لو حبينا ان احنا نكمل زي ما احنا برضو في الكتاب الاخير اللي هو دور العباده، لو نرجع بس للاستاذ اللي فات يا دكتور، لان هو كتاب مهم جدا وبعيد شويه عن مجال الادب والشعر، اللي هو كتاب دور العباده الاسلاميه في جزيره قبرص. ده تم ترجمته من قبل الاستاذ الدكتور طارق رضوان، استاذ بجامعه الازهر الشريف قسم اللغه اليونانيه. والكتاب ده بترجع اهميته في التاكيد على حقيقه التعايش السلمي بين الاتراك واليونانيين الموجودين على جزيره قبرص، لان قبرص طبعا زي ما احنا عارفين هي شبه مقسومه لنصفين ما بين اليونان وما بين تركيا، وهي بتعد جسر قوي للربط ما بين الشرق والغرب، وبتتمتع بتراث حضاري وثقافي كبير جدا ومتنوع ومختلف. فهي يعني رغم ان هي مسيحيه يونانيه الا ان هي احتوت على العديد من الاثار الاسلاميه اللي اتوجدت فيها فتره حكم الدوله العثمانيه لقبرص ولليونان. للتصحيح بس المعلومة السياسية يا دكتور، هو جزء من جزيرة قبرص محتل من الجانب التركي، مش ايوه مقسومة بإحدى القرارات الأممية أو مقسومة بالتراضي ما بين الطرفين، لا هو الجانب التركي متعدي على جزء من الأراضي القبرصية. طبعا اتفضلي. حضرتك ادرى يا دكتوره بالجوانب السياسيه مني، فا اكيد حضرتك ادرى مني لا، ما احنا بالجوانب. بنكمل بعض، تمام بنكمل تمام بعض. اتفضل يا فندم. فالكتاب ده اتكلم عن دور العباده الاسلاميه في جزيره قبرص اللي اتبنت في الفتره الخاصه بحكم الدوله العثمانيه، وتاثيرها ما زال ممتد على الجزيره، وبيبين قد ايه الحكومه في قبرص مهتميه بالجوامع دي ومهتميه بالحضاره دي، وبتعتبرها يعني جزء من التراث الوطني في قبرص.